السلام عليكم. يوميا يتم اختراع أجهزة جديدة، الكثير منها سوف يغير حياتنا خلال السنوات المقبلة. في مقطع اليوم سوف نعرض عليكم هذا النوع من الاختراعات. من المؤكد أن حياتنا لن تصبح مثل ما هي اليوم بعد مرور عقدين من الزمان. شاهد المقطع إلى نهايته. رقم 10. حالياً توجد العديد من نماذج المبردات ذات وظائف متطورة للغاية، ولكن لنكن أمناء، منذ تم اختراع المبردات في عام 1930 لم يطرأ عليها تقريباً أي تغيير. لا تزال هي الصندوق الذي يبقي على الطعام بارداً، ولكن هذا على وشك أن يتغير. ألا تعتقد ذلك؟ أقدم لكم مبرد المستقبل. من دون أبواب ومن دون أدراج، وبغرض التغيير هذا المبرد لا يستخدم الكهرباء من أجل الحفاظ على الأطعمة في درجة حرارة مناسبة. يحتوي هذا المبرد على هلام من البوليمترات البيولوجية، وهو لا رائحة له ولا يلتصق بالأطعمة مطلقا. كل ما عليك فعله هو إدخال الطعام الذي تريده في هذا الهلام، وسيحافظ على الطعام طازجا. وعندما تقوم بإخراج هذا التفاح الذي أدخلته في المبرد منذ قليل، لن يتبقى عليه أي أثر للهلام وسيكون طازجا بالطبع. على الرغم من أن هذا النوع من المبردات ما يزال قيد التطوير، فإنني أعتقد أنه من المذهل أن نمتلك أحد تلك المبردات في منازلنا في المستقبل. ألا تعتقد ذلك؟ أخبرنا رأيك في التعليقات. رقم 9. ربما يبدو ما أقوله لك الآن وكأنه مستقى من فيلم خيال علمي، ولكن الأمر ليس كذلك. في مستشفى الأطفال في بوسطن، قام مجموعة من الخبراء باختراع جسيمات صغيرة يتم حقنها في مجرى الدم من أجل تزويده بالأكسجين من دون أي مساعدة من الرئتين، مما يعني أنك لن تكون بحاجة إلى التنفس بينما توجد تلك الجسيمات داخل جسمك. يمكن لهذا الأكسجين القابل للحقن الإبقاء على جسدك هكذا خلال 20 إلى 30 دقيقة. إن هذا رائع. يتم الآن استخدام هذا الأكسجين القابل للحقن في عدة مستشفيات على مستوى العالم، وذلك من أجل الحفاظ على حياة المرضى الذين يصلون إلى غرفة الطوارئ وهم يعانون من صعوبات في التنفس. كل ما رقم 8. هل تتخيل أنه يمكنك الحصول على كل الألوان التي تريدها في قلم واحد؟ لقد أصبح هذا ممكنا الآن بفضل هذا الاختراع. سكرايبل يسمح لك بالكتابة باللون الذي تريد. كل ما عليك فعله هو تقريبه من سطح الغرض الذي تكتب في لونه، وسوف تحصل على هذا اللون بشكل أوتوماتيكي. أتساءل ماذا يمكن أن يحدث إذا وضعته على سطح شفاف؟ يعمل هذا القلم هكذا نظرا لأن الجزء العلوي من القلم به جهاز استشعار RGB بعمق ألوان 16 بايت وقدرة تخزينية تصل إلى 100,000 درجة من الألوان. من الممكن استخدام درجة الألوان تلك في نفس اللحظة، ويمكن أيضا الاستعانة بها واستخدامها مع تطبيقات أخرى، وسوف يقوم معالج خاص باختيار درجة لون السطح الذي تريده. طبقا لمبتكريه يمكنه التمييز بين 16 مليون درجة مختلفة من الألوان. لقد استرعى هذا الاختراع عبور مصمم الرسومات أكثر من غيرهم. إن إمكانية نسخ لون حقيقي ثم القيام بالرسم به لاحقا هو أمر لا يصدق، أليس كذلك؟ إن تكنولوجيا هذا القلم الذكي في تطور مستمر، وسوف تتحول إلى أحد الثورات الأكبر في عالم التكنولوجيا. هل من الممكن أن تشتري أحد هذه الأقلام؟ أما الخبر الجيد فهو أنه في أكتوبر من هذا العام قد بدأوا في تسليم الطلبات الأولية من هذا القلم. رقم 7. على الرغم من الأنماط المختلفة للملابس التي يمكنك العثور عليها، سوف يغير هذا الاختراع عالم الموضة خلال بضعة سنوات. هل تحب ارتداء ملابس مصنوعة من الرذاذ؟ يبدو الأمر جنونيا، أليس كذلك؟ فوريكان إنها الشركة التي ابتكرت نوعا غريبا من النسيج في عام 2000، من الممكن استخدامه مثل أي قطعة ملابس أخرى. كل ما عليك فعله هو رشه على جسدك، وهذا كل شيء.
من الممكن غسل هذا النسيج واستخدامه أكثر من مرة، وهذا يعني أنك إذا كنت تعاني من مشكلة في العثور على القياس الملائم لجسدك فهذا شيء من الماضي. بهذا الرذاذ سوف تكون الملابس دائما على مقاسك. أما المشكلة الوحيدة فهي أنك لابد وأن تستعين بأحدهم حتى يرشه لك. بدأ استخدام هذا المنتج في عروض الأزياء المهمة، وعلى الرغم من أنه ليس معروضا للبيع فمن المؤكد أنه سيغير طريقة ارتدائنا للملابس خلال بضعة سنوات. رقم 6. هل تعلم كم من الوقت من الممكن أن تستغرقه رحلة طيران من المكسيك إلى مدريد في أسبانيا؟ ما يقرب من 11 ساعة. هذه رحلة مباشرة، أما إذا كانت غير ذلك قم بإضافة بضعة ساعات. ولكن هل تعلم كم من الوقت تستغرقه هذه المسافة على طائرة تحلق بسرعة أكثر من سرعة الصوت؟ 4 ساعات فقط. نعم، هذا حقيقي. قامت الشركة البريطانية راشيونال إنجينز بابتكار الطائرة لابكات E2 التي تتعدى سرعتها 5 مرات سرعة الصوت، تسع ل300 شخص، ويمكن أن تسافر من خلالها إلى أي مكان في العالم خلال وقت أقل بكثير. طبقا لمبتكريها فإن الرحلات التي تستغرق 11 و15 و18 ساعة في هذه الطائرة سوف تستغرق 4 ساعات فقط. سوف تبدأ الرحلات التجريبية لتلك الطائرة في عام 2019، ومن المقدر أنه بحلول عام 2030 سوف تكون هناك رحلات تجارية على متن هذه الطائرة. هل تجرؤ على السفر في إحدى تلك الطائرات؟ أمر مخيف، أليس كذلك؟ رقم 5. دعني أسألك سؤالا، كم مرة كنت قد اشتكيت مؤخرا من بطء خدمة الإنترنت؟ أعتقد أنه ليس عليك أن تشتكي كثيرا، حيث إن 40% فقط من ساكني عالمنا يتمتعون بالاتصال على شبكة الإنترنت، وأنت من ضمن 40%، عليك أن تكون ممتنا. على الرغم من ذلك في خلال بضعة أعوام لن تكون تلك مشكلة على الإطلاق. تعمل شركة جوجل على مشروع يسمى سكاي بيندر، والذي يهدف إلى إمكانية الاتصال على الإنترنت أسرع 40 مرة من خدمة الجيل الرابع. على الرغم من أنه يبدو مشروعا سريا فإنه من المعروف أن موقع تجربة هذه الخدمة هو مركز مكسيكو سبينس سنتر الواقع في صحراء نيو مكسيكو. يبدو أن إشارات الاتصال على الإنترنت سوف يتم بثها من خلال روبوتات طائرة تعمل بالطاقة الشمسية. تعتمد هذه التكنولوجيا على الموجات المليمترية، ويمكنها نقل جيجا بايتس من المعلومات كل وقابل ثانية، وليس فقط ميجا بايتس. مثل ما يحدث حالياً. إن الهدف النهائي لشركة جوجل هو إتاحة الاتصال بالإنترنت في العالم كله، حتى في الأماكن النائية. سوف يكون هذا الاتصال أكثر ثباتاً وسريعاً للغاية وقابلاً للولوج إليه من أي مكان في العالم. لا أحد يعلم متى من المزمع إطلاق هذه الخدمة بعد، إلا أن هذا يبدو مذهلاً، أليس كذلك؟ أما أفضل ما في الأمر فهو أن موقع فيسبوك قد بدأ في مشروع مماثل لذلك، لذا لن يمر أكثر من 10 سنوات وسوف يتحقق هذا في العالم كله. رقم 4. إذا كنت تعيش في مدينة متوسطة أو كبيرة الحجم من المؤكد أنك تعاني من الاختناقات المرورية في ساعات الذروة، أليس كذلك؟ هل سألت نفسك ذات مرة إذا كان لهذه المشكلة حل؟ باستخدام جيت باكس التي سوف تعرض للبيع خلال العقد المقبل سوف تكون الاختناقات المرورية أمرا من الماضي، وسوف تتغير طريقة انتقالنا تماما. إن أحد النماذج الأكثر تطورا هو مارتن جيت باك، والذي قامت بصناعته شركة مارتن آير كرافت. يمكن أن يطير في الهواء لأكثر من 30 دقيقة، وتبلغ سرعته القصوى 74 كيلومترا في الساعة، ومدى ارتفاعه أكثر من 1000 متر. من الممكن أن تذهب به إلى المتجر للتسوق والعودة في الوقت المناسب لمشاهدة مسلسلك المفضل على موقع يوتيوب. لم يتم الإعلان عن ثمن هذا الاختراع بعد، ولكن من المؤكد أنه سيأتي وقت ويكون فيه متاحا للجميع، وربما تشاهد عدد تستخدما كبيرا من هذه الاختراعات في مدينتك خلال 20 أو 30 عاما مقبلين.
من يريد تجربة هذا الشيء؟ رقم 3. هل تتذكر أجهزة التتبع تلك التي كانت تستخدمها الشخصيات الكرتونية عند الوصول إلى كوكبنا؟ من الممكن من خلالها الوصول إلى مكان أي شخص خلال بضعة ثوان، وهي تعمل مع شبكية العين مباشرة. بوفا كارفينز هو أستاذ الطاقة الكهربائية في جامعة واشنطن، وقد استعان بشركة جوجل منذ بضع سنوات من أجل تطوير بعض أفكاره. وبما أنه خبير في التكنولوجيا الحيوية والنانونية، فقد بدأ في العمل على عدسات لاصقة يمكنها عرض معلومات على شبكية عينك مباشرة. يمكن لهذه العدسات عرض معلومات متنوعة مثل حالة الطقس وحتى معلومات أخرى هامة مثل مستوى السكر في دمك. ليست شركة جوجل هي الوحيدة التي تعمل على تطوير هذا النوع من التكنولوجيا، وإنما قامت شركة سامسونج أيضا بتسجيل اختراع مماثل في عام 2014 بنفس المواصفات. عدسات لاصقة ذكية من أجل واقع مدمج وطرق تصنيعها وتشغيلها. كل ما نعلمه عن العدسات اللاصقة الخاصة بسامسونج هو أنها ستكون مزودة بكاميرا وجهاز استشعار للحركة وإمكانية قراءة الرسائل التي تتلقاها على هاتفك الذكي، ولكن من دون الحاجة إلى إخراجه من جيبك. إن هذا مذهل. رقم 2. كم من الوقت ستستغرق المنتجات التي تشتريها عبر الإنترنت حتى تصلك إلى المنزل؟ ربما يومين على الأرجح، ولكن إذا كان طلبك من الصين فربما يستغرق ذلك عدة أسابيع، أليس كذلك؟ حسناً، يريد موقع أمازون القضاء على هذا تماماً. أقدم لكم أمازون برايم أير، وهو الطائرات التي تنتوي أمازون استخدامها من أجل إحداث ثورة في عالم توصيل هذه المشتريات. يتم استخدام هذا النوع من الطائرات في بعض المناطق بالمملكة المتحدة، وتجرى الآن تجربتها في الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. يمكنها التحليق لمسافة تصل إلى 120 متراً فوق سطح الأرض لمسافة 20 كيلومتراً في الساعة. من خلال هذا الاختراع سوف تستلم طردك في خلال 30 دقيقة من شرائه. إن هذا حقاً سريع، قال أحد ساكني قرية صغيرة في كامبريدج إنه كان أول من استلم طرداً من خلال طائرة أمازون. على الرغم من وقوع منزلك في أدغال الأمازون، سوف تستطيع استلام أي منتج ترغب به في الحال، وذلك في خلال 10 أو 15 عاماً على الأقل. رقم 1. من المؤكد أنك قد شاهدت في الأفلام كيف يقوم المحققون برسم صورة تقريبية للمجرم. حسناً، إن هذا على وشك التغيير. مثل ما تعلم، يحدد حمضنا النووي لون أعيننا وطول قامتنا وحتى التفاصيل الأقل أهمية مثل طول الأنف. لذا لما لا نستخدم عينات الحمض النووي من أجل تكوين صورة موثوقة بها يمكن أن تستخدمها الشرطة من أجل العثور على المتهم في أي جناية. ربما كانت تلك الفكرة تبدو حمقاء من قبل، ولكن عمل كل من عالمة الوراثة مارت ريفر وخبير تكنولوجيا الصور بيتر كلاين على نظام معقد للغاية حتى يصبح ما ذكرناه حقيقة. على الرغم من أنه نظام تجرى تجربته الآن، فإنهم يعتقدون أنه خلال 5 أو 10 سنوات سوف يصبح من الممكن تكوين وجه باستخدام الحاسب الآلي، وذلك عن طريق عينات صغيرة من الحمض النووي. ليس إلا انتبه أيها المجرم، سوف يدينك شعرك. شكرا لكم على مشاهدة الفيديو، لا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.